بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة هي على الباب الثاني اللي هي تركيب البنائية للقشرة الأرضية. صخور القشرة الأرضية بشكل عام بتوجد في ثلاث صور أساسية، هي الصخور الطبقية، الطبقية اللي هي الصخور الصوبية يعني، صخور كتلية ماسيف اللي هي الصخور النارية، صخور صفائحية شيت فوليتد اللي هي زي الصخور المتحولة. الصخور الطبيعية يكون معظمها أو الطبقية زي ما قلنا هي رسوبية الأصل، وتوجد على هيئة طبقات يعني فوق بعضها البعض، وإن الأصل التكويني أصلا لأي طبقات هي الوضع الأفقي. أما الصخور الكتلية هي الصخور الأولية، صخور نارية، وصخور نارية أولية تكونت نتيجة التبلور من المجمى، وهي طبعا عمرها ما تتكون في شكل طبقات، مش في أي طبقة، تمام. اما الصخور الصفائحيه هي لما قلنا الصخور المتحوله، ليه بتاخد شكل صفائحي؟ نتيجه ان هي بتاثر بحراره وضغط من نتيجه من ايه تحت ضغط عالي وحراره مرتفعه تحت الارض، من صخور اوليه سابقه ليها زي الصخور الصوبيه او الصخور الناريه. تسمى طبيعه شكل الصخر الطبقي او كتلي بالتركيب الاولي. يعني ايه تركيب اولي؟ يعني حاجه اتكونت نتيجة الترصيب، يعني حاجة بتترصب كده اتكونت الشكل ده، فبالتالي بنسميها برايمال، يعني ما فيش أي حاجة فيها غير الظروف الباقية اللي كونتها هي اللي بتكونها فيها. أما التركيب الثانوية هي بيحصل بعض الحركات للقشرة الأرضية، فبيحصل تشوه، بيحصل ميل لطبقات، يحصل تكسير لطبقات، فبيديني السكندر ستراكشر أو التركيب الثانوي. طيب نيجي لطبيعة الطبقات. في الوضع العام ان الطبقات اصلا موجوده في وضع طبقي، يعني طبقات فوق بعضها، ما بين كل طبقه والتانيه بيبقى سطح، يعني في سطح سفلي للطبقه دي وسطح علوي للطبقه دي، سطح سفلي للطبقه دي وسطح علوي للطبقه دي، وهكذا. الحد الفاصل ما بينهم اللي هو السفلي للطبقه التانيه هو نفسه العلوي للطبقه اللي بعدها، زي ما قلنا الكلام ده في واحنا بندرس العام. طيب لما بتكشف الطبقات الرسوبية ديت على سطح الارض بتعرف بمكشف الطبقة، لما يعني يجي يقول لك ما كنا بناخد في التمارين العملي يظهر السطح السفلي لطبقة من كذا، او ينكشف السطح السفلي لطبقة من الرمل، وهكذا. ينكشف يعني الاوتكروب، يعني في الجبل كده في طبقات متغطية وفي طبقات ظاهرة، الجزء الظاهر ده هو بنسميه مكشف الطبقة. طيب وقلنا الطبقات ممكن حاجة من ثلاثة، اما افقية او ميلة او رأسية. طبعا افقيه ده الوضع الطبيعي، مايله يعني حصل في تغير في زاويه اقل من 90. طيب الرأسية ان هي بتبقى ميل بزاويه 90. جهه الميل او كده يتميز باتجاه محدد، بالنسبه لجهه الميل للطبقات المائله يتميز باتجاه محدد، طبعا هو معروف هو اتجاه فين، يمين شمال واتجاه شرق غرب وهكذا. اما الطبقات الافقيه طبعا ملهاش ميل، هي طبقه فاتيه. طب الرأسية طبعا ميلها يساوي كام؟ 90 درجه عليها، لان زاويه 90. وزي ما خدنا في العملي ان الطبقات الافقيه اصلا بتبقى منطبقه او متوازيه مع خطوط الكونتور. ليه؟ لان سطحها الافقي ده افقي، وخط الكونتور برضو بيبقى افقي، بقى لها ارتفاع عند 100 متر يبقى هو نفسه خط كونتور 100 متر. اما الطبقات المايله والرأسيه طبعا قلنا مايله وخط كونتور افقي، يبقى بالتالي يحصل بينهم تقاطع، تمام. فما نقدرش نعبر عنهم بخط كونتور، ونعبر عنهم حاجه اسمها خطوط المضرب بعدين لما نيجي ناخدها في العملي باذن الله. نيجي بقى نرجع للموضوع الاساسي عندنا، هو انواع التركيب الجيولوجي. عندنا التركيب الجيولوجي قلنا تركيب اوليه يكتسبها الصخر اثناء الترصيب، وفي تركيب ثانويه يكتسبها الصخر بعد الترصيب، اما بنتيجه حركات ارضيه او نتيجه قوه شد وضغط عليه. ايه هي بقى التركيب الجيولوجيه؟ تمام، تاني اهو الفيديو بيمثل اهو اشكال والوضع اللي تتخذها طبقات الصخور في الطبيعه. اللي هي الصخور الصوبيه افضل انواع الصخور كسؤال، لانها هي اصلا في الطبيعه بتتكون على هيئه طبقات افقيه موازيه. تمام، عشان كده تعتبر الصخور الصوبيه ملا افضل انواع الصخور للدراسه، عشان هي اصلا بتوضع في طبقات افقيه مالي تبقى في حاجه حساسه. تنقسم قلنا زي ما قلنا تراكيب اوليه وتراكيب ثانوي. تمام، التراكيب الاوليه كم
تتكون فين أثناء تكون الصخر، يعني حاجة إيه والصخر بيتكون. أما التركيب الثانوية بتحصل بعد ترصيب الصخر، يعني الصخر ممكن يحصل نتيجة حركات شد وضغط، ممكن يدي حاجة اسمها الطيات، يدي حاجة اسمها الفوال. تمام. ليه بقى الأساسية مهمة جدا؟ إننا بنعرف فيها الظروف السائدة أثناء الترصيب، نستنتج نوع بيئة الترصيب، نستخدم مكاشف الصخور المختلفة، تركيب دي أنواعهم، دي مش مهمة أوي الحتة ديت، بس تعرفها مش أكتر يعني، ناخدها لسه بالتفصيل، لأن النوع اللي هناخده هو المهم بس، إنما تقسم اللي هي فيزيائية مثلا نبات عضوية والكلام ده لأ. تمام. احنا ناخد التطبق، وناخد الطابع المدرج والمتقاطع وعلامات النيم، دي حاجة ناخدها، والتشققات التوتونية دول هناخدهم، دي مثال للتطبق اهوت، ده مثال التطبق المدرج، تطبق متقاطع اللي هو الكروس بيدنج، تغير الشحنات او التغير الجانبي، تغير في نوع الصخر، التغطية ده مش هناخدهم قوي يعني، علامات النيم اللي هي الريبل ماركس، تشكوت التونية اللي هي موجودة فين في ايه الطين. ماشي، نيجي اول حاجة للتطبق والتورق، دي اول نوع من انواع التركيب الاولية، بينشق اصلا نتيجة ايه التطبق والتورق، نتيجة تغير في الطبقات، تغير تقصية، يعني الطبقة عندي اتكونت الاول من حجر رملي، بعد كده اتكون فوقها طبقة تانية من الحجر الطيني، وهكذا طبقات مختلفة، فبيديني ايه انواع من التطبق او لمنيشن. طيب التطبق بيبقى حاجة كبيرة، يعني طبقة حجمها كبيرة، أما الرقائق فيطلق اللي هي الصفحات الصغيرة، بتبقى تقريبا بعض مليمترات لغاية 1 سنتي. تمام، بعض مليمترات ايه لغاية 1 سنتي، بتبقى زي رئة، يعني الفرق بين الرئة والطبقة، أقل من 1 سنتي بنسميها رئة، أكبر من 1 سنتي بنسميها طبقة أو تطبق. أو بالشكل ده كده، ده مثال للتطبق، ودي الجزء ده، دي طبقة، ما تبقى جزء حاجة صغيرة بالشكل ده، تغير زي دي كده نسميها لامنة أو رئة، لامنة أو إيه أو رئة. طيب نشوف الفيديو ده. تطبق هو وضع الصخور على هيئة طبقات أفقية، والطبقة سمك صخري متجانس يحده سطحان متوازيان، أحدهم علوي والآخر سفلي، فاديني طبقة. أما الرقائق صفيحات، يعني حاجة رفيعة خالص، لا بتوصل احيانا لواحد سنتي كمان، اللي هي بتوصل ايه 10 متر لواحد سنتيمتر. ماشي. التطبق المتدرج بقى، التطبق المتدرج يعني ايه؟ يعني عندي فيه تغير، فيه لو جيت بصيت هنا كده هتلاقي فيه تغير في الجرين سايز، في الحجم، الحبيبات من الحجم الكبير او الخشن لغايه الحجم الناعمه، بيبقى ايه دي؟ يبقى تركيب يلاحظ فيها تدرج حجم الحبيبات مع التطبق، يعني تحت خالص بيبقى حاجات كبيره في الحجم، وفوق ايه حاجات ايه في تبقى اقل في الحجم منها، او العكس، يعني ممكن تبقى مقلوب، تدرج تطبق مدرج مقلوب يعني ريفيرس، انما اللي قدامنا ده الواضح ده تدرج ايه مقلوب كذا، انما بالشكل ده كده اهو بيطلع وينزل ويطلع وينزل، يعني بنسميه تطبق متدرج اهو بالشكل ده، تدرج في حجم الرواسب في الطبقة الواحدة اهو، بيطلع كل ما يطلع لفوق اهوت بيحصل ايه تغير، كل طبعا رواسب فراتيه كالرمل والحصى طبعا لازم عشان نقدر اجيب حجم حبيب ليها. طيب ايه هو بقى التطبق المتقطع او الكاذب، اسمه كروس بيدنج او فروس بيدنج. التراكيب التانية دي بتنسق نتيجة الترسيب بفعل الجاذبية بشكل عام خالص، طبقة اترسبت أو خلت، إنما التطبق المتدرج ده الأساس في تكوينه هو اتجاه التيار، يعني اتجاه التيار هو اللي بيكونه بالشكل ده، يعني جه تيار ماشي بشكل في اتجاه مثلا شرق غرب هيقعد يديني شكل التموجات، يعني لو هنشوف كده تيار جه كده بالحجم ده كده، وبعدين تيار تاني جاي في الحجم ده كده، فبيديني شكلين، شكل من ايه الساند ديوت، يعني معظمها طبعا بتبقى بالشكل ساند ديوت، واحد واخد الشكل ده والتاني واخد الشكل ده، فبيديني حاجه اسمها التطبق الكاذب او التطبق الايه الكاذب او الكروس او المتقاطع بالشكل ده كده، نشوف اكتر في الفيديو. موجود طبقات مالها شكل متتالية مالها بالنسبة لمثال التطبق. تمام.
بيجي ميكانيزم اهو ينشئ التيارات جايبة الرمال بالشكل ده كده اهو، وبعد كده اتغيرت اتجاه التيار من الناحية التانية فاداني الاتجاه ده اهو واداني الاتجاه ده، فبنسميه تطبق المتقاطع او كروس بيدنج. علامات النيم طبعا كلنا عارفينها، علامات النيم دي بتعمل فعل الرياح او التيارات المائيه الضحله يعني على الشط، او فعل الهواء دي انت موجات ارتفاعها بسيط جدا لان لو زادت عن اكتر من سنتيمترات بنسميها ساند ديون او كثبان رملي. تشقق الطين دي يعني تشققات بالصخور الطينيه بتتكون بسبب تجفيفها بعد ترصيبها، بتفقد الماء ويتبخر بعد كده الطين محصول جفاف، كلنا طبعا بنشوفها معظمها حتى في اي تربه طينيه او خلافه او في اي اراضي مختلفه. دي كان بالنسبه لي للتركيب الاوليه او البرايمري استراكشر. نيجي نشوف التركيب الثانوي. التركيب الثانوي قلنا بتتكون بعد تكوين الصخر على عكس التانيه كانت بتكون الاوليه بتتكون مع ايه الترصيب، بتنشئ منها نتيجه ضغوط، يعني تنشئ التركيب دي نتيجه ضغوط على الصخر. طيب ممكن اللي هو يتنى او يتفلطح او يتصدع. يعني ايه التنى؟ يعني يديني طيه، يتفلطح ويتصدع يديني ايه فوالق وصدور. طيب في نوعين من القوه ديت اللي بتاثر على الاجسام، يعني على الاجسام عشان تديني التمرين. اول حاجه قوه غير متكافئه واللي بتحط تحت الاجسام، وقوه متكافئه واللي تكون موزعه على الاجسام بحيث لا تحركه. والنوع القوه الذي يسبب التشوه ده هو اللي بيسبب في تكوين معظم التركيب الثانويه للقشره الارضيه. يبقى في قوه غير متكافئه تحدث حركه في الاجسام، يعني قوه غير متكافئه، انما القوه المتكافئه هو تكون موزعه على الاجسام بس ما بتحركوش. تمام. طيب نشوف كده الفيديو بس تنشأ هو نتيجة تعرض الصخور ل بالشد شد وضغط. الصدوع والصدوع وطيات هم نتيجة الضغط، يعني لما تضغطهم تضغط الصخور كده بيديني صدع. اما الشد بيديني صخور ايه الصدع بتاع قوه الضغط كده يديني ده ريفرس فولت او صدع معكوس، ريفرس فولت او صدع معكوس. وكده دي ايه قوه ضغط برضو بتاثر عليهم يديني طيه، يعني الطيات بتتنى كده تدير انتكلاين او سينكلاين. اما الشد بيديني الفلق العاج او الصدع العاج. طيب قلنا قوه في بعض الحالات او اللي عندنا اللي احنا قلنا من شويه قوه الشد دي الصدور العاديه والفواصل، قوه الضغط دي الطيات والصدور المعكوسه، واحيانا الفواصل بتنتج برضو منهم. بيتعرض الجسم للستريس. الستريس يعني الضغط اجهاد، يعني بضغط عليه كده شد ان تكون قوه شديه او تضغطيه ينشا اجهاد. حاجه اسمها اكستنشن ستريس او كومبينيشن ستريس، يعني ما قوه الشد تديني اكستنشن ستريس، قوه ضغط تديني ايه كومبينيشن ستريس. الاجهاد يحسب الاجهاد ده طبعا دي الجزء ده يعني حسابيا مش لازم تعرفه، ده حاجه ده ايه معلومه ليك. يعني يحسب الاجهاد بحصل قوه على مساحه، والقوه بحصل ضرب الكتله في عجله الجاذبيه الارضيه. وعشان كده بعرف الاجهاد بانه مقياس لمدى تاثير الجسم، تاثر الجسم بالقوه المؤثره عليه. مدى ايه تاثر الجسم بالقوه المؤثره عليه، او معنى اخر هو تاثير القوه على وحده المساحه. يعني الاجهاد بيعبر عن ايه قسمة قوة على مساحة. تمام. والقوة ضرب كتلة في عجلة الجاذبية. عشان كده الاجهاد هو هو الاجهاد او بمعنى اصح او بمعنى اخر هو تأثير القوة، الاجهاد بمقياس لمدى تأثير الجسم، تأثر الجسم بالقوة المؤثرة عليه، او بمعنى اخر هو تأثير القوة على وحدة المساحة. طيب يحدث تشوها للجسم اثناء نتيجة الاجهاد ده بيعقوبه بعد كده حاجة اسمها انفعال استرين او تشوه، اللي هو بيدي تغير في شكل او حجم الايه الطبقه دي. طيب وبيعرف ان هو الاسترين ده التغير في شكل او حجم طول الجسم ما قبل وبعد تاثير الاجهاد اللي وقع عليه، يبقى عندي ستريس بيقابله حاجه اسمها ايه استرين. تمام. ده فيجر بيوضح عندي العلاقه ما بين الاسترس والاسترين، ده الاسترس الاجهاد والانسترين. طيب كل ما زاد الضغط كل ما ايه ما تتغير التشوه الناتج. في البدايه خالص بتديني حاجه اسمها الاستيك ليميت، يعني بيبقى في السلوك المرن، يعني حاجه كده ايه في الجزء ده كده بيبقى لسه مرن الاستيك بالنسبه لي. الجزء ده لغايه ما يزيد عندي مع زياده الانفعال دي الاجهاد لغايه هنا كده بيزيد شويه كمان يديني ايه سلوك المطاطي اللادن. طيب عاد عيله قوي قوي كده بالشكل ده يبقى وصل لمرحله الكسر او الايه او البريكنج بوينت. برضو ده مش مهم قوي الصوره ديت، بس دي عشان نفهم ايه اللي حصل اللي فيها العمليات دي. طيب يبقى يمر التشوه بثلاث مراحل. ممكن مرن في بدايه الانفعال، يعني انا مكان الجسم
ممكن يعود امكانه الجسم ان يعود لمرحلته الطبيعيه بعد زياده الاجهاد عليه، وزي النوع من التشوه نايم قليل طبعا. طيب يتشوه الجسم تشوه بلاستيك، يعني ان الجسم ما بيرجعش طبعا لحالته زي ما عليه، وينشا من هذا النوع التشوه مجموعه من التركيب الجيولوجيه الثانويه مثل الطياط. طيب الطياط نتيجه ايه؟ في البلاستيك. طيب التشوه بقى اللي بيؤدي الى الكسر او ربشر يعطي الصدع والفراس، دي الحته المهمه في الجزء ده. طيب في نوعين لتشوه المواد الصلبه، في مواد صلبه تشوه تشوه لادن دكتايل وتحتاج الى قوه كبيره هتحصل تشوه، ومواد صلبه تشوه تشوه هش بريتل وهي مواد صلبه تنكسر بسهوله. في العاده تميل الصخور المدفونه في القشره الارضيه الى التشوه اللادن، تشوه ايه؟ اللادن دكتايل اللي في الارضيه تشوه لادن، لذلك الضغط الحابس في هذه الاعماق كبير جدا، والصخور الصلبه كوبسات هتشوه تشوه هشام في العاده، يعني اللي مدفونه في الارض بيبقى لها تشوه ايه؟ في الصخور تشوه لادن، اما اللي فوق قرب السطح بتبقى ايه؟ تشوه هشا اللي هو بريتل ديفورميشن. طيب شكرا يا شباب.